ذات ثانك يو بلس جارد كوبي شوت فاير. أول مرة أول كاميرا موجودة بتشوف المشهد ده في منجم السكري. اتكلمنا كتير وناس قبلنا اتكلموا كتير على منجم السكري، المرة دي احنا عاوزين نتكلم على منجم السكري بشكل مختلف شوية، أو خلينا نقول بشكل علمي شوية بعيد عن المعلومات الغلط والشعوذة والدجل في نشر الأخبار والمعلومات. عاوزين نعرف يعني إيه منجم اصلا، عاوزين نعرف يعني ايه استخراج ذهب في الاصل، عاوزين نعرف يعني ايه تعدين، عاوزين نعرف يعني ايه 100 طن بنطلع منهم 100 جرام ذهب. احنا النهارده كاميرا برنامج قصر الكلام لاول مره من فتره طويله جدا موجوده في منجم السكري، هتدخل اماكن كالعاده اللي محدش دخلها قبل كده، وهتصور لحضراتكم زي ما شفتوا اللي محدش صوره قبل كده. جايين النهارده منجم السكري علشان نجاوب على كل الاسئله اللي بتدور من 95 ومن 94 حتى هذه اللحظة، 20 سنة جدل وداير حوالين منجم السكري والذهب. عندنا ناس مقتنعة في البلد دي انه الجبل والارض اللي احنا واقفين عليها دي فيها ذهب يكفي مصر والعالم كله. عندنا ناس بتسأل احنا ليه فقراء وعندنا منجم السكري. عندنا ناس بتطلع تتكلم وتنشر اخبار وتقول انه الذهب هنا بالكيلو، تدخل تمد ايدك تطلع ذهب تاخده وتسافر على كندا زي ما بيقولوا، ما نعرفش بيروح فين. احنا جايين ندور على الحقيقة، جايين نجاوب على كل الغاز. ايه حكاية وحدوتة منجم السكري؟ هل في مصر مناجم تانية غير منجم السكري؟ ايه اصل هذا المنجم؟ ازاي الفراعنة اشتغلوا فيه ثم الرومان اشتغلوا فيه ثم الدولة المصرية لحد الاربعينات ولحد الخمسينات كانت بتشتغل فيه علشان تخدم البلد دي، علشان نطلع ثروات البلد دي من بطن الارض؟ جايين برضو نجاوب على السؤال الاهم او الافيه الاهم بتاع انه خلي بالكم يا جماعه الملك فاروق كان قفل المنجم ده عشان يحافظ على الذهب فيه للاجيال اللي جايه، وهنشوف اذا كانت دي حقيقه ولا حاجه برضو من حاجات الخيال اللي طول الوقت بنسمعها. جايين نعرف يعني ايه استخراج ذهب وحصه مصر منه كام، وايه اللي يحصل لمصلحه البلد دي، ثم نسال السؤال الاهم علشان الناس برضو تبقى على بينه من امرها، هو احنا عندنا تكنولوجي وامكانيات الدوله المصريه تستطيع بيها ان هي تستكشف المعادن اللي موجوده او الثروات اللي موجوده في ارضها؟ طيب هل تقدر تتعامل مع الذهب؟ طب ايه طبيعه وعلاقه الدوله المصريه كحكومه بالشركات اللي بتنقب على الذهب؟ مين ظالم مين؟ هل في قانون اصلا؟ طب هل القانون اللي موجود دلوقتي قانون يشجع الناس ان هي تنزل تستثمر في اكتشاف ثروات اللي موجوده في باطن الارض سواء الذهب او بترول او اي معدن من اي شكل واي نوع؟ طب والقانون اللي موجود دلوقتي ليه قانون مختلف واعور عن كل القوانين اللي موجوده في دول العالم؟ ليه احنا ما نبصش للي بيحصل بره في كندا واستراليا واي وفي امريكا واي دوله في الدنيا عندها قانون للتعامل مع اكتشاف المعادن والذهب، وما نجيش ناخده هنا ونطبقه باللي يناسبنا بدل ما احنا عايشين في جدل، جدل ما بين ناس مقتنعه تمام اليقين انه الجبل دي والارض ده وجبل فرعون ده والمنطقه دي فيها ما يكفي مصر من ذهب الى اخر سنين العمر، وما بين ناس تانية ماسكه ورق ومعلومات وارقام بتقول خلي بالكم احنا قبل ما نمد ايدنا في الجبل بندور على ما يسمى بالجدوى الاقتصاديه. مصر بتاخد كام من منجم السكري؟ منجم السكري يقدر يكون عندنا زيه 3 و4 و5؟ هل الذهب المفروض يخش في البنوك بتاعتنا ولا يسافر بره؟ طيب لما الذهب وانتاج منجم السكري بيسافر بره يركب الطياره ويروح، ونسمع بقى عن تامين الطرق وتامين المطارات علشان في كام كيلو ذهب او كام طن ذهب مسافرين من منجم السكري لكندا، هل بيرجعوا؟ طب ليه ما بيرجعوش؟ هل في سبب قانوني وسبب علمي؟ كل ده جايين ندور عليه في منجم السكري، حكايات وأسرار علمية وتاريخية، وقبل كده تخص السبيكة واللون اللي بيحرك كل الناس، لون الدهب.